متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من اسكندريه، واحنا بنتابع مع حضراتكم الاقبال الكبير النهارده على بحر اسكندريه في يعني بالتزامن مع منخفض السودان الجوي شديد الحراره واللي بدا يضرب اسكندريه من امبارح، وشفنا اقبال كبير جدا على شواطئ اسكندريه بسبب ارتفاع الحراره وهربا من هذا المنخفض شديد الحرارة. اسكندرية النهاردة سجلت حوالي 30 درجة في العظمى و 21 درجة في الصغرى، والنهاردة زي ما احنا شايفين يعني كان في اقبال كبير جدا من الاهالي اللي يعني توجهوا إلى البحر هربا من ارتفاع درجات الحرارة وهربا من الموجة الحارة. بحر اسكندرية النهاردة شهد يعني حالة من هدوء الأمواج، ويعني الموج كان هادي جدا النهارده بسبب منخفض السودان الجوي واللي بيضرب يعني محافظه اسكندريه، ويعني عشان كده شفنا اقبال كبير على الشواطئ النهارده، وكمان كان في اقبال وزحام على الشواطئ من امبارح. طيب بمناسبة الزحمة اللي احنا شايفينها دي، يعني عايزين ننبه حضراتكم بانك ممكن تقدر تحجز مكانك على الشاطئ قبل ما تيجي، طبعا ممكن تحجز كمان صف اول، لان احنا بدأنا موسم ساخن جدا وزحمة كبيرة، يعني زي ما احنا شايفين النهاردة كده الزحمة في اسكندرية ولا شهر 8، يعني شهر 8 ده اللي بيعتبر ذروة موسم الصيف في اسكندرية، لكن يعني في خدمة جديدة عملتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية، واللي أدت إلى تسهيل حجز مكانك على الشاطئ، يعني عن طريق تطبيق الموبايل للإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقدر تحجز مكانك على الشاطئ وكمان صف أول، بس يعني خلي بالك إن الحجز بيكون لاغي بعد الساعة 11 ظهرا. هدوء تام في حركة أمواج البحر النهاردة وارتفاع كبير في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض شديد الحرارة قادم من السودان. وزحام شديد تشهده شواطئ اسكندرية، يعني يشبه زحام ذروة موسم الصيف اللي بيكون في شهر 7 و8. أمواج هادية وبحر هادئ زي الحصيرة زي ما بنقول في اسكندرية، البحر بيكون من غير أمواج خالص، بيكون هادي جدا يعني، وأجواء تسمح بالسباحة ونزول البحر والتمتع بيوم جميل جدا على شواطئ اسكندرية هربا من أجواء الموجة الحارة. اسكندرية بتستعد هذا الصيف بحوالي 61 شاطئ ممتدة بطوال ساحل اسكندرية شرقا الى غربا، 61 شاطئ بتستعد لاستقبال حضراتكم
في موسم ساخن جدا بدأ النهارده يعني بإقبال كبير على شواطئ اسكندرية، طبعا بالرغم من موسم الامتحانات و يعني لسه المصيف بشكل رسمي ما بدأش في اسكندرية، لكن يعني منخفض السودان وارتفاع درجات الحرارة يعني جعلت الناس في إقبال كبير على شواطئ اسكندرية النهارده. البحر هادي جدا زي الحصيرة، مفيش موج، وزي ما قلنا لحضراتكم ارتفاع كبير في درجات الحرارة النهاردة. اسكندرية سجلت 30 درجة في العظمى و 21 درجة في الصغرى، والإقبال الكبير النهاردة على شواطئ اسكندرية زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. جبل جبل طيب نستعرض مع حضراتكم مع اسعار شواطئ اسكندرية. عندنا 2 شاطئ مجانا تماما الدخول فيه بالبطاقة الشخصية، و يعني الشاطئين هو شاطئ المنظرة المجاني وشاطئ الانفوشي. اما الشواطئ العامة ودي سعر دخول الفرد فيها 5 جنيه فقط، ثم فئة الشواطئ الخدمة لمن يطلبها ودي سعر دخول الفرد فيها 3 جنيه لو حضرتك معاك الشمسية وأدوات الشاطئ، و10 جنيه لو حضرتك هتطلب الخدمة من داخل الشاطئ. كمان عندنا فئة الشواطئ المميزة وده سعر دخول الفرد فيها 15 جنيه، وأخيرا فئة الشواطئ السياحية وده سعر دخول الفرد فيها 25 جنيه. كل الأسعار اللي قلناها لحضراتكم هي أسعار شاملة أدوات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس طوال اليوم مجانا، وما تخليش حد يستغلك في أجازة الصيف ويطلب منك رسوم زيادة أو إكراميات في حالة تعرضك لهذا الموقف. اتصل فورا على الأرقام والخط الساخن للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتنزل لجنة ليك مباشرة للشاطئ وبتسترد فلوسك في الحال. إذن يعني كنا مع حضراتكم في متابعة على شواطئ اسكندرية وجولة نشوف الإقبال النهاردة إيه في ظل منخفض السودان، منخفض جوي شديد الحرارة يضرب البلاد ومنها اسكندرية، وده أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة و يعني الإقبال على شواطئ اسكندرية النهاردة هربا من الموجة الحارة. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الإسكندرية. شكرا.